السلام عليكم، ازيكم؟ برحب بكم اصدقائي المتابعين في فيديو جديد وتجربه جديده هشرح لحضراتكم بنفسي وبصوتي كمان تعليقي على تفاصيل حاله، بدايه من الداتا اللي احنا بندرسها في بدايه العلاج انتهاء الى المراحل اللي احنا بنوصل ليها لحد ما نوصل الى النتيجه المثلى باذن الله. هشرح لكم النهارده كمان تفاصيل الحاله، مش بس قبل وبعد العلاج، كمان الخطوات اللي احنا ماشيين عليها لحد ما وصلنا الى افضل نتيجه ممكنه. لكن ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب في القناه وتعملوا شير للفيديو مع اصدقائكم علشان تعم الفائده. كمان لو ليكم اي اسئله خاصه بالعضه المفتوحه او الازدحام او البروز او اي غيرها من المشاكل الخاصه بالتقويم تقدروا تبعتوا لي وان شاء الله هرد على حضراتكم. ونبدأ بسم الله بصور قبل وبعد العلاج بالعضة الأمامية ونشوف قد إيه العضة المفتوحة قفلت وكمان الازدحام راح والأسنان اترصت كويس جدا. دلوقتي العضة على الجانب الأيمن ثم العضة على الجانب الأيسر، تم غلق العضة المفتوحة والأسنان اترصت كويس جدا، الأنياب نزلت مكانها. هنلاحظ كمان في صورة الفك السفلي قد إيه الأسنان اترصت كويس والمثبت الدائم موجود، كمان حالة اللثة والأنسجة من الأمام بقت ممتازة. نروح للفك العلوي ونشوف قد ايه الازدحام الشديد راح والناب نزل مكانه والمثبت الدائم موجود، ومن الامام كمان صحة اللثة اتحسنت كتير جدا جدا. نتكلم حضراتكم دلوقتي عن الداتا المطلوبة بداية من الاشعة البانوراما واللاترال سيفالومتري وكذلك صور الاسنان من كل الزوايا والابتسامة والوجه من كل الزوايا عشان ندرس الحالة بشكل دقيق. ونروح دلوقتي للاترال سيفالومتري، الاشعة الجانبية بتبين لنا البروز اللي موجود في الاسنان وكذلك العضة المفتوحة، ثم البانوراما اللي بنعرف منها عدد الاسنان ونشوف ضروس العقل وحالة الاسنان وحالة الجذور. صورة العضة الامامية المفتوحة بتبينها لنا كويس جدا. هنروح بعدها لصورة توضح لنا اكتر العضة المفتوحة وحالة الانياب والازدحام من الامام، واضحة جدا جدا. حالة اللثة هنا سيئة جدا زي ما حضراتكم شايفين، بقايا الجير والالتهابات اللي موجودة في اللثة مش بس العضة المفتوحة، عندنا بروز كبير جدا موجود من الجانب، واضح الجير واضح خالص في الفك السفلي وكذلك التسوسات، واضح الازدحام الشديد هنا. كذلك السمايل فيها مشاكل كبيرة من كل الزوايا، قوس الابتسامة فيه مشاكل، رص الأسنان فيه مشاكل. طبعا الحالة النفسية كانت للحالة سيئة جدا في بداية العلاج. هنتكلم دلوقتي عن العضة الأمامية من البداية قد إيه كانت عضة مفتوحة. اشتغلنا في الأول على الفك السفلي، طبعا الحالة دي كان فيها خلع لأن كان فيها ازدحام كبير وكان فيها بروز كبير. في البداية اشتغلنا على الفك السفلي ثم اشتغلنا على الفك العلوي بشكل جزئي، بدأنا نعمل رصف للأسنان وعملنا كنترول على الضروس الخلفية زي ما هوري حضراتكم مراحل العلاج، ثم عملنا غلق لباقي المسافات اللي كانت موجودة بطريقة علمية. وهنا بنظبط إطباق الأسنان في نهاية العلاج إلى أن وصلنا إلى النتيجة الجميلة، ودي كانت قبل وبعد العلاج. نروح دلوقتي لبروز الأسنان اللي كان عنيف جدا في بداية العلاج، واضح قد إيه كان عندنا بروز كبير جدا وتم علاجه بفضل الله زي ما اتفقنا عن طريق إن احنا خلعنا من الأسنان الدائمة وصححنا الازدحام اللي كان موجود وكمان صححنا العضة المفتوحة. هنروح للفك العلوي، واضح عندنا ازدحام كبير علشان كده خلعنا الضاحك الأول على الجانبين زي ما حضراتكم شايفين، وبدأنا في رصف الأسنان وعملنا هنا ديزاين علشان نعمل كنترول على الضروس الخلفية وكمان نستخدم اللسان في حركة ذكية جدا، إن اللسان هنا عايز استخدمه في صالحي إن هو يساعدني أعمل كنترول على الضروس الخلفية عن طريق البطن أو الزرار اللي حضراتكم شايفينه باللون البينك ده، وبالتالي أعمل كنترول على الضروس الخلفية وأقدر إن أنا أصحح الأسنان الأمامية براحتي من غير ما الضروس الخلفية تعمل لي أي عائق. بالعكس الديزاين ده كمان كنت هستخدمه علشان أعمل انتروجن أو أعمل طريقة معينة أعمل بيها كنترول على الضروس الخلفية. وبدأنا نعمل رصف للأسنان زي ما حضراتكم شايفين من الفك العلوي، وبدأنا في المراحل بتاعتنا عملنا ريليف للكراودنج وكل الازدحام راح بفضل الله إلى أن انتهينا وعملنا المثبت الدائم زي ما حضراتكم شايفين قبل وبعد العلاج. نروح للعضة على الجانب الأيمن، الإطباق واضح جدا، عندنا عضة مفتوحة وازدحام شديد وحالة اللثة كان فيها مشاكل، وهنا أنا بشكر الحالات اللي بتلتزم معانا بالتعليمات علشان نقدر نوصل إلى أفضل نتيجة ممكنة. اشتغلنا على الناب بشكل جزئي زي ما حضراتكم شايفين علشان نقدر ننزله ونستفيد من المكان بتاع الخلع، واشتغلنا على الأسنان الأمامية بشكل منفصل إلى أن الناب نزل مكانه وبدأنا نصحح العضة بتاعتنا.
وبدأنا نمشي في تتابع الأسلاك الخاصة بالتقويم. وهنا كنا مستخدمين جهاز التقويم العادي الملون، كان تحت عندنا متبقي باقي مسافات بدأنا نقفلها in mass retraction، طريقة معينة لغلق باقي المسافات. ثم في النهاية بدأنا نظبط الإطباق عن طريق استخدام المطاط على الجانبين، إلى أن وصلنا النتيجة الجميلة بفضل الله. ده كان على الجانب الأيمن. نروح دلوقتي للجانب الأيسر، نفس القصة احنا عملناها، عملنا ريليف للكراودنج عن طريق ان احنا الازدحام الشديد ده خلعنا للأسف من الأسنان الدائمة علشان نعالج الازدحام الشديد، وكمان نعالج البروز اللي كان موجود، وبدأنا ان احنا نسحب الأنياب واحدة واحدة بطريقة مبسطة. زي ما حضراتكم شايفين استخدمنا أكتر من ميكانيزم علشان نقدر ننزل الناب في مكانه من غير ما نعمل مشاكل للأسنان الأمامية أكتر، لأن هي عندها عضة مفتوحة. وبدأنا نعمل كنترول على الضروس والعضة الخلفية، واستخدمنا اللسان زي ما اتكلمنا من شوية بحيلة كانت ذكية جدا، ان انا استخدم اللسان لصفي واعالج بيه العضة المفتوحة، ان انا اعمل كنترول على الضروس الخلفية في حين ان انا بستخدم الخلع علشان اخد منه المسافات اللي انا محتاجها لتصحيح البروز وتصحيح العضة المفتوحة. وحالة اللثة زي ما حضراتكم شايفين بقت رائعة في نهاية العلاج بفضل الله، وكمان بفضل ان الحالة كانت ملتزمة معانا. نروح للفك السفلي، قد ايه كان عندنا جير وترسبات من الجير كتير والتهابات في اللثة، بدأنا نعالجها ونتابعها في بداية العلاج، والحالة كانت ملتزمة معانا. وبدأنا نعمل رصف دي الأسنان وتتابع الأسلاك بتاعنا، واستخدمنا ميكانيزم بسيط إن أنا أرجع الأنياب لمكانها، ثم نعمل رصف دي الأسنان. ووصلنا لمرحلة معينة كان المتبقي عندنا مسافات قفلناها بديزاين معين علشان نقدر نغلق المسافات دي كويس، إلى أن وصلنا للنتيجة الجميلة زي ما حضراتكم شايفين قبل وبعد العلاج. ده الفك العلوي من الأمام، كان عندنا الأنياب كانت موجودة واشتغلنا عليها بشكل منفصل زي ما اتكلمنا من شوية، وقدرنا ننزل الأنياب من غير ما تأثر لي على الأسنان الأمامية. ثم بدأنا نعمل تراص للأسنان بشكل متصل، ورحنا إلى أن وصلنا إلى نتيجة جميلة بفضل الله، ودي كانت قبل وبعد العلاج. نروح دلوقتي لأسنان الفك السفلي من الأمام، كان حالة اللثة سيئة وحالة الجير نظفناها طبعا، والحالة كانت متعاونة معانا، وبدأنا نعمل رص للأسنان وتتابع الأسلاك بتاعنا وتغيير الألوان، حالة حرة تختار اللون اللي هي عايزاه في كل مرة. كان متبقي عندنا مسافات بسيطة قدرنا نغلقها في النهاية، إلى أن وصلنا إلى حالة اللثة الجميلة والأسنان اترصت كويس جدا بفضل الله. نشوف دلوقتي التغيرات اللي حصلت في الابتسامة، وهستنى رأي حضراتكم في التعليقات. قولوا لي إيه رأيكم، قبل ولا بعد السمايل كانت أحسن؟ شايفين حتى السمايل من الجانب كانت عاملة إزاي، وأثناء العلاج كذلك، إلى أن وصلنا إلى النتيجة الجميلة. الولد كان متعاون جدا والحمد لله، وصلنا إلى نتيجة ممتازة في وقت قياسي. هستنى حضراتكم تتوقعوا وقت العلاج كان عامل إزاي، أخدنا وقت قد إيه لعلاج الحالة دي وتصحيح البروز اللي حضراتكم شايفينه، وما شاء الله الأسنان واقفة مستقيمة ما شاء الله. ونشوف دلوقتي كمان على الوجه، نشوف قد إيه التغيرات اللي حصلت لما الأسنان اترصت ونزلت مكانها، قد إيه الولد ما شاء الله يعني بقى نجم سينما، مش هنعرف نكلمه بعد كده ما شاء الله، والاسنان اترصت كويس جدا. هستنى كمان راي حضراتكم في التعليقات، لو ليكم اي كومنت او ليكم اي موضوع تحبوا نتكلم عنه. كمان هستنى رايكم في التجربه، اذا كانت عجبتكم ممكن نكررها، واقول لحضراتكم تعليقي على حالات كتير بمختلف حالات التقويم اللي بتشرفنا، الازدحام والمسافات وغيرها من البروز وغيرها من المشاكل اللي احنا بنعالجها بالتقويم، سواء تقويم الاسنان سواء تقويم الفكين، وكمان رايي في انواع التقويم المختلفه وتتابع الزيارات اللي احنا بنمشي عليها. دي الشهادات بتاعتي، هستنى حضراتكم تقولوا لي رايكم. كمان البكالوريوس بتاعي وكمان شهاده اخصائي واستشاري تقويم، الشهادة بتاعتي من إدنبرا من إنجلترا، وكمان الشهادة بتاعتي من جلاسجو إنجلاند. بفضل الله أنا حصلت على بكالوريوس طب الفم والأسنان 2009، وبعد كده التريننج بتاعي والزمالة البريطانية من جامعة إدنبرا والزمالة من جامعة جلاسجو جامعة إنجلاند.